نديره ويندل وبامكانه يقتل 30 يوم ضبط ما تقدر تصل القوات الامنيه لانه هو اللي ادف هذا البستان ويموت بهذا البستان فيندل لو كنا كل احنا ولد ريف ونعرف هذه السوالف. نعم المجتمع عليه حق ويعرف الحق اللي عليه شنو وماكو داعي احنا نحكي بكل التفاصيل كل وهذا الكلام هو مو لكم انما انتم شيوخ وانتم قاده قوم وعليته ومن خلالكم كل المجتمع. لا اريد الشيخ يزعل يقول لك لا تحملني ما لا اطيق ولا هو بريء ولا هو ايضا في منع عن هذه المسؤوليه. الامن مجتمعي والمجتمعات اذا صديقه للقوات الامنيه تنحفظ والسيد المحافظ عاتب على اثر بانه يوميه خرق ويوميه يعني هذا الموضوع بالنسبه له اصبح انه يقول لك انا كافي هذا المسلسل انا اريد اجد حل. اريد اجد نتيجه ماكو انا قوات امنيه فوج انطيتك وسلاح انطيتك وشرطه انطيتك ومقرات انطيتك وانطيك. واسمع منك وقول لي واللي تريده أنا حاضر وروح وياك البغداد وكل احكي لي اياه لكن انت ايضا يبقى على الدور على الوجهة ومن خلالكم المجتمع على انه الشباب اللي تفتر والناس الموجوده يصير لها قناعه حقيقيه وصديقه للقوات الامنيه. انا مو اكره فلان اقول ترى شو اسمه مو خوش ادمي واحب فلان واذكيه رغم انه مو خوش ادمي. هي هذه اللي جاي تاخر وتعرقل قضيه الامن ومسيره الامن. والله اكو امن اكو كل شيء، ماكو امن ماكو كل شيء بما فيها الوباء.